Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurratu Ainina Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولم يستمعنا هنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wailah hadratin semua almarhum almarhumah keluarga besar sekolah alam bisa malang. Wailah hadratin semua hajat-hajatnya keluarga besar sekolah alam bisa malang. Semoga dikabulkan, dipermudah. Wailah hadratin semua keluarga besar sekolah alam bisa malang. Semoga diberi kesehatan untuk zahir dan batin, diberi rezeki yang katah barokah, diberi ilmu anfa'at fiddunya wal akhirah. Wailah hadratin semua murid-murid kami, semua wali murid kami. Semoga diberi kesehatan untuk dibatin, diberi rizki yang kata barokah, diberi ilmu manfaat barokah di dunia akhirat. Wa ila hadirin hajat-hajatnya para pemirsa, wa ila hadirin semua semua keinginan yang dikabulkan oleh Allah. Wa ila hadirin semoga kita dijauhkan dari mara bahara, dari bala, terutama COVID-19. Sembuhkanlah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت
وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجتي يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه خير الأيام يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هانية هنية وميتة سوية ومردة غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاح من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنة ومن اليقين ما تهون به علينا مع مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثواب ما نام واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصد علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. سر الفاتحة.